السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفه جديده. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم كما كتشوفوا غيكون عصير، وبطبيعه الحال كما ولفتوا دائما كنحاول ما امكن ندير وصفات صحيه. فالوصفه ديال اليوم عصير ديال الباربا كما كتعرفوا عندها منافع كثيره، فندوز نيشان الوصفه بلا ما نطول عليكم. ان شاء الله كما كتشوفوا المقادير هما هادو. غنحتاج للباربا، عندي هنا جوج باربات متوسطه، ما صغار ما كبار، جوج انا درتهم في الفريكو. كما كتعرفوني كندير دائما داك الفواكه اللي كيبقى عندي في الفريكو. عندي هنا الاناناس وعندي نص حامضه. اناناس كان هو عندي في الفريكو، والحامضه حيت لها العظم نقيتها. وعندي هنا يا قرعه يا خيار، انا هنا استعملت الخيار، كندير القرعة وكندير الخيار بجوج بيهم، وكندير حتى سكنجبير شي مرة معاه كيجي رائع. كنتمنى تجربوه، كيجي مشروب روعة في الصيف. صافي كما كتشوفوا معايا غادي نخلط جميع المقادير اللي عندي هنايا. بطبيعة الحال اللي بغى اكثر راه كيجي فيه كمية كثيرة. هو فاش كنطحنو مع كيكون فيه داك سميتو ديال الخيار وديال الحامض فكنصفيه، ولكن نتوما بغيتوش تصفيه ما تصفيهوش. فصافي غادي ناخذو هكا وغادي ندير العسل. بغيتو تحلوه بالسكر، بغيتو ما ديروش كاع العسل ما ديروش، كيجي حتى هو زوين بلا 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 عسل بلا سكر. صافي غادي ناخذو وغادي ندير الكميه ديال الماء ديال الكافيه. بغيتو ديروا الحليب، انا شخصيا ما كنقولش لكم ديروا الحليب، هاد العصيرات هادو كيجيو احسن وصحيين بالماء اكثر من الحليب. فصافي غادي نشدو غادي نطحنو ان شاء الله. وكما كتشوفوا معايا سبحان الله واحد اللين رائع رائع. صافي هو هذا ملي كيتطحن، انا غادي نشدو غادي نصفيه. انتما ما بغيتوش تصفيه ما تصفيهوش، ولكن انا غادي نصفيه. انا شخصيا ما عنديش مشكل، ولكن مع تسنيم ما تيعجبهاش داك سميتو الجلود ديال الحامض. صافي هنا كما كتشوفوا صفيتو، درت فيه الثلج، راه كيجي رائع. جربوه صدقوني كيجي روعه. صافي ها هو، ها نتوما شفتوا داكشي ديال الجلود ديال سميتو ديال الخيار كيبقى تما. وبقى لي راه باقي، راه درت تقريبا جوج قرعات ديال الماء دوك الصغار، وشوفوا شحال جا. وباقي لي شي حاجه. ها نتوما نعم التكستور كما كتشوفوا ما كيجي لا ثقيل لا خفيف، كيجي متوسط. صافي هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنبغي نجدد الشكر للناس اللي اشتركوا عندي جداد في القناه، كنقول لكم شكرا على الانضمام للعائله الصغيره ديالنا. ان شاء الله ان شاء الله دابا تكبر القناه وتحنا على شله، كلشي كيجي بالصبر والمثابره والخدمه ان شاء الله. صافي هذه هو الوصفه ديال اليوم، كنقول لكم شكرا لكم على الثقه ديالكم، وكنقول لكم جربوا الوصفه وردوا عليا الخبر. صافي هنا الفيديو كيسالي، كنضرب لكم ان شاء الله لقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله، وفي جاي الفيديوهات زوينين ان شاء الله. كنتمنى تشجعوني. صافي نقول لكم شكرا على المتابعه، دمتم في امان الله والسلام عليكم.